إلى هواة لعبة كرة المنضدة أو الطاولة، طبعا هي هاي لعبتي المفضلة بالطفولة، بس للأسف ما أجتها تزيين وكان عندنا عزر الطاولة، يعني صعب إنه تتحصل، يعرفون حتى بس بالمدارس ومدرس الرياضة يطلعها أو لا، وبفلوس وبعض الكافتريات ما شايع عندنا بالعراق، رغم إنها يعني شغلة لطيفة. على كل حال مو موضوعنا هسه هذا، شوفوا موجودة اللي عايشين بأمريكا أو كندا بالوالمارت، سعرها هنا مثلا 109 مع التاكس، يعني قول 111 12، يعني شيء الحلو بيها هاي. طبعا هي مو اغلى شيء، هاي اعتياد من النوع اللي مو ذاك الغالي، بس الحلو بيها شوفوا تتركب، يعني ممكن هاي تفيدك للحفظ وللنقل، شوفوا تتطور رجليها تمام، شلون مال السرير الحديدة والشرباية نسميها بالعراق تتطور، هاي نفس طريقتها، يعني تخطيطها حلو. شوفوا هنا ايضا بها رجلين ممكن تخليهن يمشن، يعني تنقلها سهولة النقل تمام. شوفوا هذه بصراحة شيء لطيف، انا انصح عشاق الطاولة حتى اللي عندهم يعني اطفال نموا بهم الرياضات هاي اللي بالبيت، يعني القدم ممكن بالبارك يمارسها بالمدرسة، كذلك خلوا عنده طاولة لعل تكون عنده موهبة، يعني هم يسلي وقته، قد تكون عنده موهبة، يعني احنا فرصة بهاي ممكن يكون بطل بالالعاب هاي اللي ما تحتاج بصراحة جهد عالي، لا هي تحتاج تركيز وجهد، بس اقصد يعني مو انه بالخارج وشي، ممكن حتى بالثلج بالمطر تمارسها. فهاي قلت لكم الطاولة يعني رخيصة وشي، وطبعا هاي هنا الركودة الركت نسميه او المضرب، احنا نسميه ركت بالعراق مال كرة الطاولة، موجودة هنا، موجودة اربعة طبعا هو هي زوجة ترى وفردي، فهم مطينك كلها حتى يمكن العائلة او الاصدقاء يعني يلعبون الزوجي. هنا الكرات ايضا الكرات هنا تنباع، كرات الطاولة معروف هي تتلف بسرعة فيحتاج هواي، وايضا تروح بعيد فحتى ما تضيع. هنا الكوابة هاي على مود تخلي بها الكرات تحفظها، ايضا هي مجموعة كرات تمام. هاي اللي قلت لكم اخواني اللي يحب يشتريها، هاي كرة الطاولة.